السلام عليكم. في هذا الفيديو هشرح تصميم الكولومز باستخدام برنامج بروكون. طيب في هذا المثال عندي الديد لود equal 700 kN, imposed load our life load equal 300 kN, compressive strings FC dash equal 32 megapascal or newton لكل millimeter square. الحديد بتاعي steel yield strength 460 megapascal or newton لكل millimeter square. طول العمود عندي column length 4 متر. طبعا هستخدم الـ ACI كود أو الكود الأمريكي في التصميم. اولا عندي الالتيميت لود زي ما عارفين بالنسبه للامريكان كود الالتيميت لود 1.2 تايمز ديد لود بلس 1.6 ملتبلاي باي لايف لود. عندي المعادله هنا زي ما ظاهره 1.2 ملتبلاي باي 700 بلس 1.6 ملتبلاي باي 300 توتال التيميت لود 1320. الكولوم المستخدم هنا هو هصممه على انه امبريز. امبريز معناها زي ما شايفين it will take the effect of lateral load by column itself, يعني ما هيكون في شير وول ولا بريسنج او غيره. فالكولوم هيتحمل لنا اللاترال لود ده اذا كان موجودة اصلا, لكن في هذا الفيديو هنا ما هاخد اي اعتبارات اللاترال لود. على عندي هو عبارة عن اكزيال لود معرض على كولوم. هنفترض انه الكولوم دايمنشن 200 الويدث و 600 الديبث اوف كولوم, وحنعمل له تشيك. طيب نمشي لبرنامج بروكون كولوم كونكريت, هنمشي لقائمة جنرال كولومز. عندي هنا في أشياء مفروض أعمل لها إدخال. the length زي ما قلنا 4 متر FCU دي معناها FCU معناها الكود هنا بريتش كود. فهمشي من القائمة هنا هغير الكود ديزاين لي American كود ACI. ال FCU حتتغير لي لل FC داش لأنه American كود. أعمل له سيف أوكي. الآن زي ما ظهر لدينا FC داش FC داش كان اعتبرناها انها 32. FY هي steel yield strings 460 كما ذكرنا سابقا. ES هي elastic modulus for steel, عندنا هي معروفة بانها 200 جيجا باسكال. الكولوم عندي هنا خيار كولوم بريست. كولوم بريست انا عندي الكولوم زي ما ذكرت هنا في المثال ان بريست. لو ضغطت بريست او لو اشرت على بريست
معناه الكولوم ديزاين از بريست كولوم، لكن انا في المثال افترضت انه ام بريست حاجه لي التوب او اول اند كونديشن عندي في التوب، الكولوم اعتبره انه بارشيالي فيكست، والبوتوم فولي فيكست. ظهر لنا الايفكت لينس فاكتور 1.3. اجينا لقائمه اللود، هستخدم الالتيميت ليميت ستيت لود كيس 1 زي ما قلنا 1.2 ملتبلاي، هختصرها بانه ديد لود بلس ماي لود. اللود لو متذكرين كان ألتميت لود 1320، ممكن نرجع له 1320 كيلو نيوتن وعشرين. هنتجاهل المومنتس، نعتبر انه كولوم معرض لأكسيال لود فقط. طيب الآن الكولومز زي ما قلنا، هنفترض انه ريكتانجولار كولوم دايمنشن h هو الديبث اوف كولوم انه 600، b هو الويدث افترضنا انه 200 مليمتر، كورنر بار دايمتر في هذا في هذا المثال هستخدم ستيل بار دايمتر كلها ديا 16 مليمتر، number of middle bar about x axis. طيب بما ان الكولوم 20 ف هيكون في 2 bars في about x axis او about y sorry about x axis، ما هنكون عاوزين ستيل لانه already ال width of column 20 فصغير ممكن نتجاهله. diameter of middle bar about x axis ما محتاج لها، لكن ندخل هنا 16 لانه قلنا انه ال columns كله هنستخدم فيه ستيل ده 16. number of middle bar about y axis، طيب assume انها 2. diameter of middle bar about y axis قلنا 16 cover main bar خليها 30 زي ما هي. corner chamfer عندي ما عندي chamfer، column عبارة عن rectangular without any chamfer. دي pipe diameter إذا كان عندنا بايب ماري داخل الكولوم، هنا في هذا المثال ما عندي 0، أضغط على أوكي. أوكي زي ما شايفين ظهر عندي هنا شكل الكولوم. الستيل بار موزع about y axis زي ما شايفين على اليمين وعلى اليسار. كده هنكون دخلنا كل المعطيات، باقي لنا امر ديزاين. ضغطت على امر ديزاين جاتني رساله ايرور انه ذا ابلايد اكسيال لود اوف لود كيس 1 اكسيد ذا باكلينج كاباسيتي، معناها الكولومز هنا فيل من البداية. لكن قال لك لو عاوز في output not usable، في output calculation فقط يعني just for information، لكن already الكولومز من البداية fail according to buckling check fail. لكن ممكن أراجع النوتس وأشوف الكالكوليشن كيف حسب
وكيف طلعت له انه الكولمز فيل. اضغط على اوكي. طيب حجي من قائمة calculation عشان اعرف طريقة الحسابات. في الكالكوليشن يصير لي الداتا اللي دخلتها مسبقا. اولا الديزاين كود زي ما قلنا ACI كود. الجيفن length of column strings of concrete 32 FY for steel 460 AC. هذه هي ال area of concrete. عندي assumption self weight of column. طيب design approaches check column slenderness. زي ما ظهر عندنا سابقا انه ال effective length factor 1.3 at top partially fixed bottom fully fixed 1.3. ده هنا check لل slenderness. دي minimum moment for design. طبعا انا جهلت قيم المومنت لكن في قيمة هي minimum eccentricity يعني الكولم يعني ممكن تقول impossible انه يكون fully axial load لازم يكون في eccentricity قليلة يعني خدت لها اعتبار. الإسنتريسيتي يكون عندها مومنت قيمة للمومنت زي ما شايفين قيمة صغيرة للمومنت. مومنت ماغنيفيكيشن دي هنا الرسالة اللي بتوضح لنا إنه الكولوم فيل. The axial force for load case 1 exceed 0.75 PC. P هي الكريتيكال لود معناها اللود بتاعي يتجاوز الحد المسموح لتحمل هذا الكولوم. الحلول افترض لك انه الحلول قال لك increase column size or concrete strength. The following output is for information only يعني الانفورميشن الموجودة هنا just for information طريقة الحسابات فقط لكن already الكولوم fail. يفترض لنا انه increase the column size ده واحد من الحلول او increase concrete strength. طيب انا هاخد الحل الاول increase column size هشوف الافكت ممكن اواصل في جدول مهم هو design result load cases من الاشياء المهمة factor of safety 1.5 لكن الكولوم فيل according to buckling check. لذا هنرجع زي ما عملنا recommendation نزيد الكولوم section. طيب هزيد الويتس افترض انه 250 عمل له اوكي كما هو بس زدنا الويتس of column عمل check اوكي شلال قائمة ديزاين ما ظهر لي رسالة معناها الكولوم باس. نمشي للكالكوليشن شيت نجي هنا الرسالة الجبال كان في المومنت ماجنيفيكيشن عمل check للمومنت about x and y ولقى انه moment magnification is now performed معناها already pass. هنمشي نعمل check ل safety factor .127 بكده الكولوم بتاعي هيكون already designed. هذه هي الكالكوليشن شيت
ممكن أطبعها من قائمة print now، هيطبعها إذا عاوزينها كشيت. في البندنج شيدول بالنسبة للديتيلينج في كولوم ستيل بار زي ما شايفين هنا، هتأكد إنه بيسألك هل الكولوم continuous or not. اوكي continuous، اعمل تيك دبل لينك ستارت بار اونلي، يعني ده بالنسبه للشورت كولوم. ممكن اعمل له ستارت، هيظهر لي الستارت بار اذا كان الكولوم في القاعده او شورت كولوم. طيب بكده هنكون صممنا كولوم against axial load. كده هنكون خلصنا الفيديو. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، اتمنى لكم التوفيق.